سعدتم أوقاتا مشاهديتنا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بالمؤتمر الثامن، المؤتمر الوطني الثامن للشباب. تحيا مصر عظيمة مرفوعة الرأس بشعبها العظيم الذي أصبح أكثر وعيا كثيرا من ذي قبل، لأنه مر بالتجربة وعرف جيدا أثرها وتبعاتها. تحيا مصر بقيادتها السياسية المجتهدة والمثابرة من أول لحظة وإلى الآن. تحيا مصر بجيشها البطل العظيم العصي على أي عدوان ومعتدي، وبأجهزتها الأمنية وبشبابها بالطبع. من جديد مصر تثبت للعالم أن قوة أي أمة في شبابها، في عزيمتها الناضجة. قطار المؤتمر الوطني للشباب يصل محطته الثامنة في المنارة. قبل قليل تابعنا على الهواء مباشرة الجلسة الأولى رافعا شعار كبير عنوانه تحصين الشباب والدول من خطر الإرهاب الأسود، وهذا ما ندركه جيدا ونتابعه وواضح جدا للعيان من خلال الكثير من الأحداث حولنا إذا ما تمعنا فيها. جولة جديدة للمؤتمر الوطني للشباب بمشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يناقش محاور مهمة عدة وأساسية، أهمها تقييم تجربة مكافحة الإرهاب إقليميا وكذلك دوليا بمشاركة الرئيس السيسي والشباب الحاضرين، وكذلك تأثير نشر الأكاذيب وهو عنوان الجلسة الثانية على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع. ونركز على هذه النقطة، حروب الجيل الرابع، وهي تحديات مهمة كان لمصر السبق في التحذير منها. لعل هذا هو ما سيكون المحور الذي سأناقشه حاليا مع ضيفي في الاستوديو الذي أرحب به كل الترحيب، سيادة اللواء هاني ونيم رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. برحب بحضرتك سيادة اللواء. الشباب ربما هم من أكثر من يشعر بالفخر والسعادة مع كل مؤتمر جديد، لأنه موجود في المؤتمر ويشارك بنفسه، وبالتالي الشعب المصري أيضا عندما يتابع كل الموضوعات والمحاور المهمة التي تطرح في هذه المؤتمرات. من أهم المتغيرات لأجندة النظام السياسي في مصر كانت هذه المؤتمرات. ربما في أنظمة سابقة حدث بعض التواصل مع الشباب، لكن بشكل متفرغ غير منظم مثل ما نراه، ليس فيه ديمومة واستمرارية. أصبح ثابتا على الأجندة السياسية المصرية أن تحدث مؤتمرات للشباب، الأول والثاني واليوم والثالث وهكذا، اليوم الثامن، المؤتمر الثامن والوطني. حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب بهذا الشكل وإشراكهم في الحياة السياسية والاجتماعية، ونؤكد أن ذلك كان حلما وتحقق. طيب، في الحقيقة خليني أقول لحضرتك أنه لو اتكلمنا عن مؤتمر الشباب وتكلمنا عن اهتمام الدولة المصرية والقيادة المصرية بالشباب، لازم نعرف الأول ليه الكلام ده حصل. الكلام ده حصل لأنه في وعي تام حصل لأنه القوة الضربة لأي مجتمع في قوة شبابها. قوة الشباب هتيجي منين؟ هتيجي من الوعي، هتيجي من المشاركة، هتيجي من السؤال. إن الشاب يسأل والمجتمع يجيب عليه إجابات صحيحة. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الشائعات هي الآفة لأي مجتمع لتدميره ومحاولات اختراقه يعني. فلما نتكلم عن مؤتمر الشباب في نسخته التامنة النهاردة، فإحنا بنتكلم على أنه الشباب بقى هو العنصر الأساسي في هذا المجتمع، في تحريك هذا المجتمع، في تقدم هذا المجتمع. بنتكلم عن الإرهاب، بنتكلم عن أنه العنوان الرئيسي اللي الدول العالم كله، العالم أجمع بيتكلم عنه، هو الإرهاب وخطر اللي بيحصل فيها المجتمع من تبعات هذه العمليات الإرهابية. طبعا يمكن مصر كان ليها السبق في أنها حذرت العالم كله من خطر القادم للإرهاب. يمكن مصر كانت شارات البدء في إنذار المجتمع الدولي ومحاولات إلقاء الضوء على خطر الإرهاب على المجتمعات. يمكن مصر النهاردة بقينا بنشوف النتائج ما حققته القيادة المصرية في مكافحة الإرهاب داخليا، ومحاولات إنذار المجتمع الخارجي ومساعدة والتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. نرجع للشباب. الشباب النهارده بقى عندهم تساؤلات، ومبقاش عندهم مشكله ان هم ممكن يسالوا في اي حاجه. صحيح. ويتكلموا في اي حاجه. وبقى في
اعتقد انه حضرتك شفتي وكلنا تابعنا المؤتمرات السابقه، جلسه ثابته لاسئله الشباب هي اسئله بالضبط، ووجود الخبراء اللي ممكن يلقوا الضوء على القضايا الهامه للشباب من اقتصاديه او سياسيه او اجتماعيه او ايا كان موضوع النقاش، فوجود الخبراء اللي ممكن الشباب يتحاوروا معاهم ده بيدينا امل في انه الشباب النهارده بقى عنده القدره على النقاش، عنده القدره على عظيم جدا. ربما دي من ثمار هذه المؤتمرات، يعني الى اي درجه شايف حضرتك ان الشباب تفاعل فعلا مع هذه المؤتمرات ويعني قدر يشارك فيها بشكل ايجابي واضافت له حقيقي على ارض الواقع، اضافت لوعيه، اضافت لشعوره بالمسؤوليه تجاه الوطن؟ خليني اقول لحضرتك انه النهارده بقى هو اللي عايز يشارك، يعني يمكن وجود دليل عندنا اللي هو الأكاديميات الوطنية للتدريب والشباب اللي قدموا فيها والشباب اللي اتخرجوا منها والشباب اللي النهارده بقى هم ليهم دور فعال موجود في المجتمع. النهارده بقينا بنشوف مساعد الوزير شاب له دور ميداني موجود في وزارته او موجود في مكانه، ده نتاج حقيقي لانه حس ان مشاركته مشاركه فعاله ومشاركته ليها دور رئيسي، واعتقد ان هو النهارده بقى مؤثر في المجتمع بالتاثير اللي هو كان بيطمح ليه ويتمناه، والقياده السياسيه سمحت له بالدور ده واديته له وهو ادى فيه اداء محترم جدا. المؤتمر النهارده او الجلسه النهارده كانت بتتكلم عن الارهاب، ان الشباب يناقش خطر الارهاب وان الشباب يبقى عنده الوعي الكامل بما يفعله الإرهاب في مجتمعه، فده لوحده نجاح حقيقي لوعيه كشاب في المجتمع ده. إن عدم وعيه وبعده عما يحدث في عالم السياسة بالتأكيد سيؤثر بشكل أو بآخر، لأن قلنا الشباب هو المؤثر الأكبر وبالتالي عائلاتهم أيضا، فإذا ما كانوش فاهمين كل حاجة بتدور حوالينا أكيد ده بيؤثر بالسلب على شعب أكمله على دولة. بالضبط، احنا النهارده يعني كان الاساس في الجلسه هو توضيح استراتيجيه الارهاب وبيتوغل ازاي داخل المجتمع وازاي بيكون موجود وله تاثير على المجتمع، تاثير سلبي تماما في كل نواحي المجتمع. النهارده الشاب لما يبقى عنده وعي والقوى الضاربه للمجتمع يبقى عندها وعي بالخطر اللي ممكن يبقى قدامه هيقدر يواجهه، هيقدر يحاربه، وهيقدر يتعامل معاه بطريقة تمنع تماما توغله داخل المجتمع. بنقول كده كمان عشان معركتنا حاليا هي مش معركة السلاح وأمن وتفجيرات فقط، أصبحت معركة فكر. الفكر إذا ما شوه وضلل، وإحنا شايفين يعني بالتجربة يعني قبل كده وحاليا عندما تتكرر نفس التصرفات، البعض يعني يظهر فجأة ويحاول أن يطعن في الدولة أو يؤثر عليها أو يهز صورتها، كل ده خلاص خدنا فكرة عنه وعايشناه. فضرورة الوعي وضرورة كمان سيادة الرئيس تطرق إلى موضوع الفكر الديني وتغيير الفلسفة الدينية، وأنه إزاي الإرهاب بيبقى محتاج لحواضن، هناك من يدعمه، هناك دول، هناك مؤسسات تخطط لهذا النهج فكريا ليس فقط امنيا. خليني اقول لحضرتك انه الارهاب بيرتدي عباءه الدين مع او ضد، مع في ان هو يحاول يضرب ثقل الدين وليس الاسلام زي ما السيد الرئيس تفضل وقال، في انه يحاول زعزعه الثوابت الدينيه لدى المجتمع. خليني نعترف انه الشباب هو بيئه حاضنه جدا لكل الافكار الجديده، فاذا كانت الافكار هي محاوله لزعزعه الايمان او الدين او ايا كان المسمى، ولكن من منظور ديني، فاكيد اي شاب هيستمع جيدا. النهارده لما يبقى عنده وعي انه الارهاب بيرتدي هذه العباءه الدينيه لتنفيذ مخططات أخرى فهيقدر يتصدى ليها، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية لما نيجي نتكلم عن أنه حروب الجيل الرابع اللي اتكلمنا عنها. طيب استأذنك نرجع ليه. طيب تفضل حضرتك، كان معايا بس تليفون.
حروب الجيل الرابع لما نتكلم عنها بنتكلم عن سوشيال ميديا مثلا، بنتكلم عن تطور الافكار، بنتكلم عن الانتشار شائعة. عشان كده بنقول معركة فكرة، لو أنا شاب مش واعي فعلا بشكل كافي ممكن أردد الكلام اللي الأجهزة أو الأنظمة اللي بتحتضن الإرهاب دي بتحاول تستعطف المواطنين بأساليب مختلفة أو تلعب وتضلل عقولهم بمعلومات كاذبة، وابدي اشير وابدي ازيد واقول في الكلام ده. فاهميه ان انا بقى واعي ايه اللي بيحصل ده، مش بردده فقط او بتابع. اظن انه بقى واضح جدا انه في كمان للقوى الارهاب في دول بتدعمها. ودعم الدول ده بقى واضح لينا كلنا بالقوه الشديده للعناصر الارهابيه في التوغل، بطرق التوغل الفكري وتوغل السوشيال ميديا وتوغل على انتشار شائعات واكاذيب وانتشارها بطريقه اعتقد ان هي بقت واضحه جدا للعالم كله وواضحه جدا للمجتمع كله. صحيح. انها ليها قوى خفيه بتحركها، ليها قوى قادرة على نشرها بتحركها. وهنلاحظ كمان توقيتات، يعني نلاحظ أن الأمور تزداد حدتها في توقيتات معينة عندما يضعف الإرهاب أو كلما تنتصر الدولة فكريا أو تحقق نجاحات أو حتى كلما يضعف الإرهاب أحيانا بمصائر ربانية. يعني نلاحظ أن هناك حدة وتزداد هذه الحرب. خليني أقول لحضرتك أنه العالم كله شهد لمصر بنجاح تصديها للإرهاب الداخلي. لا يعني احنا كلنا يعني ما بقاش يخفى على العالم ان النهارده ما بقاش العمليات الارهابيه، وان كانت ما اقدرش اقول انها اختفت تماما ولكن تكاد تنعدم في المجتمع. النهارده القياده المصريه قدرت تتصدى للارهاب وقدرت تتصدى لما حدث في الاختراق. يمكن تفضل السيد رئيس الجمهوريه بانه قال انه من 2011 كان في عملية ضعف للمناعة، المناعة الدولة المصرية وحصل فيها توغل. النهاردة القيادة السياسية قدرت أنها يعني تتغلب على الإرهاب، قدرت أنها تحافظ على وحدة المجتمع، قدرت أنها تحافظ على هذا المجتمع من توغل الإرهاب داخل المجتمع والتصدي للإرهاب الخارجي عن طريق النهضة، عن طريق الإصلاح الاقتصادي، عن طريق الوعي للشباب زي ما احنا بنقول، عن طريق المجتمع. انه النهارده بقى في تواصل بين المجتمع وبين قيادته، النهارده بقى في تمثل للشباب موجود في المجتمع بصوره خلينا نرجع مباشرة. تاني نركز على عنوان الجلسه الاولى والذكاء في اختيار واستمرار الحديث عن مكافحه مصر للارهاب، لانها حقيقه واقعه كما قلنا، ليس فقط من خلال جيشنا وشرطتنا اللي بيأدوا مهامهم على اكمل وجه، ولكن هذه الحرب، حرب الجيل الرابع، حرب السوشيال ميديا والاشاعات والحروب الفكريه. ونفند كمان مقاله الرئيس والرسائل المهمه التي ارسلها الرئيس من خلال كلامه، يمكن أول ما جاء على لسانه أن الصراع مع قوى الشر متواصل وسيستمر ويزداد حدة في الأيام والسنين القادمة. وإحنا من 2013 لحد دلوقتي بنتكلم في 8 سنين بنكافح ونحارب الإرهاب. نقيم إزاي تجربتنا من أول ما ابتدينا نصد الإرهاب ونكافحه في مختلف المجالات أمنيا وأيضا اجتماعيا وفكريا إلى الآن؟ هل مصر مهيئة وقادرة فعلا وواقفة على أرض ثابتة، بالذات إن احنا شايفين الأمور بتشتد؟ خليني أقول لحضرتك برضو إنه قدرتنا على النجاح على التصدي للإرهاب أولها هو الدراسة والتحليل والمتابعة لما يحدث من تغيرات دولية في الإرهاب نفسه أو في صور الإرهاب ومحاولات تغيير الصورة من حرب طائفية إلى حرب دينية إلى 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 آخره. ده كان المجتمع المصري في حالة رصد تام ليه، كان المجتمع المصري في حالة تأهب واستعداد ليه واستعداد للتصدي لأفكاره. زي ما قلت حضرتك انه العالم كله شهد بنجاح الإجراءات المصرية ويستعينوا بينا الآن في أكثر من اتجاه في نجاح ده. التجربة المصرية في التصدي للإرهاب. النهاردة بقى في تعاون دولي مع مصر لثبات تجربة النجاح في هذا التصدي. النهارده بقى فيه اعتقد ان شبه انعدام
لمحاولات الاختراق عدا طيب خليني ارجع لنقطة محاولات الاختراق لانها برضو مهمة. بعد ما اخذ راي سيادة اللواء دكتور هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، برحب بحضرتك سيادة اللواء. ومن ضمن الرسائل المهمة لسيادة الرئيس قبل قليل في المؤتمر الوطني الثامن للشباب أثناء كلامه هو أن الجيش المصري اليوم هو مركز ثقل ليس فقط لمصر وإنما للمنطقة. يعني ماذا الذي نقوله؟ والمنطقة فعلا كما قال ضيفي في الاستوديو أصبحت الكثير من الدول تستعين بنا في هذا المجال في مجال مكافحة الإرهاب. أهلا بحضرتك والسادة بديهم ضيفك الكريم. خليني أقول أن فعلا هذه طبعا أترجم هذه المقولة الصحيحة 100% لترجمة واقعية. الإرهاب كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع هو شكل من أشكال الحروب غير التقليدية. الحروب التقليدية اللي هي من جيوش ونظامية وبعضها عادة الشكل الموجود في المنطقة من سنين حرب تقليدية بين بعضها. أي جيش عنده القدرة هو واجه نمطية سلامها مختلفة، ما فيش نموذج ثابت داخل على شريحة السكان على وجه الخصوص مش على القوات، ففي حرب بشكل باستمرار بصورة غير نمطية. الحقيقة كان نقطة القوة العالية جدا عند القوات المسلحة المصرية انها عندها قدرة على مواجهة الحروب غير التقليدية الشكل احنا شفناها زي حرب 73 مثلا وايضا الحروب غير التقليدية. وعشان كده قدرت الحمد لله القوات المسلحة والشرطة المصرية ان هم يواجهوا الارهاب ويقلصوه بصورة عالية جدا في مصر رغم ان الاقليم كله في ارهاب وعابر للحدود. هي دي نقطه مشكله كبيره، ومؤشر على ذلك ان هتلاقي معظم دول العالم، وبقول دول العالم، بتيجي تعمل تدريبات مشتركه مع مصر على مواجهه الحروب غير التقليديه ومنهم مكافحه الارهاب. منهم على سبيل المثال النجم الساطع بما فيه كل الدول، امريكا وبعض الدول الغربيه، الدول العربية، دول أسيوية، دول أفريقية، وأيضا دول من زي روسيا. كلهم أكبر جيش عنده أو عدد من التدريبات المشتركة سنويا الجيش المصري. ونقل الخبرة ده مهم جدا، وبرجع تاني وأكد أنها حرب غير تقليدية غير نمطية، محتاجة يعني أسلوب غير تقليدي وغير نمطي ومتغير باستمرار يتناسب مع طبيعة الإرهاب، خاصة ان الارهاب مشكلته كبيرة جدا ان بترعى دول، ودي مشكلة كبيرة جدا. في هذه النقطة تحديدا زي ما قال سيادة الرئيس ان لابد من حواضن ودول تتبنى الارهاب لكي يترعرع اكثر ولا ارهاب يزداد وموجود بقوة الا بهذه الدول. ونلاحظ هناك تركيز واضح جدا على مصر بالذات ربما لانها منجة من هذه الحروب الدمار والتدمير للدول والشعوب، وهنا هناك من يحاول يسيء بطريقة أو بأخرى باستمرار لأنه أصبح معلوم وواضح أن هذا السلوك الفكري وحروب السوشيال ميديا والتأثير والتضليل والشائعات يعني ربما يؤثر. لكن كيف ترى استجابة الشباب المصري والشعب المصري ووعيه اليوم، خاصة وأننا مررنا بهذه التجربة ليست غريبة علينا؟ صحيح، احنا على فكره احنا مرينا بالتجربه بس انتصرنا عليها. وخليني اتكلم بسرعه، انا برضو عايز اتكلم بسرعه عمليه اكتر ومؤشرات من ارض الواقع عن الشباب المصري. يعني في ساعات ناس يقول لك الشباب المصري مش فاهم مش واعي، وانا اقول لك بسرعه عمليه جدا، الشباب المصري اللي ساعات ناس بتشتكي منه وانا ضد هذا الموضوع، ده الشاب ده اللي بيخش القوات المسلحه يقعد شهر فتره اعداد اساسي، هو ده الشاب اللي بيحارب الارهاب. صحيح. وكسره في سيناء على ارض مصر بالكامل. هو ده الشاب اللي حارب الارهاب، هو ده الشاب الحقيقه بنشوفه في اماكن متعدده وجامعات وكله، لكن هو محتاج حد يوعيه بصوره علميه محترمه. طبعا. فالنقطه دي مهمه ان هو الحمد لله الوعي زيد، لكن انا دايما بقول الوعي ان يكون مستمرا لان التهديد مستمر. نعم. لما في الوعي يجب ان يكون يعني انتهى فن معاهد الوعي بالعبارات الانشائيه والجمل المرسله، اديني مؤشرات حقيقيه على ارض الواقع واللي بيتم بصوره علميه. الوعي برضه يجب ان يكون مناسبا لكل شرائح المجتمع. طبعا. كل الناس على قدر عالي من الثقافه وكل الاحترام للجميع. فالنقط دي مهمه قوي ان انا اوفر هذه الشروط في الوعي علشان الوعي يكون ليه تاثير عالي.
صحيح، بشكرك جزيل الشكر اللواء دكتور هشام الحلبي، مستشار في أكاديمية مصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. شكرا جزيلا يا فندم. بعود لضيفي مرة أخرى، وقفنا عند نقطة الاختراق وأيضا هذه الحروب المستمرة والشائعات وما إلى ذلك، ودورنا كشعب أيضا في صد كل ذلك، وأن نكون على مستوى كافي من الوعي زي ما قال سيادة اللواء. زي ما قال أستاذنا ست لغة هشام، احنا بنتكلم عن الوعي. الوعي هو الأساس في التصدي لأي محاولات الاختراق لهذا المجتمع. الوعي ده بيحصل منين؟ بيحصل من زي ما حضرتك شايفة مؤتمرات الشباب ومشاركة الشباب في المؤتمر، وليس مؤتمر يعني أعتقد أنه شكل المؤتمر النهاردة بقى اختلف تماما، بقاش عبارة عن ندوة، بقاش عبارة عن محاضرة، بقاش عبارة عن تنظير على الشباب. بالعكس بقى موضوعات عديدة ونقاش ما بين المسؤولين والشباب، نقاش حقيقي ما بين رئيس الجمهورية والشباب، وبقى وجود النقاش ده بيولد معرفة ووعي تماما عند المجتمع. النهاردة لما الشباب بيتعامل ويتحاور مع السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية بيرد عليه وبيتعامل معاه وما فيش ما يمنع انه يسأل في اي حاجة، ده لوحده نجاح لمحاولات الدولة في وعي المجتمع. لما نتكلم عن حروب الجيل الرابع هنتكلم عن انه انتشار الشائعات وتأثيرها على المجتمع. اول حروب الجيل الرابع ده الشائعة أو الأكاذيب اللي بتنتشر نتيجة أعتقد أنه إجراءات للدولة في الإصلاح مثلا، إجراءات اقتصادية ممكن تكون حادة شوية على المجتمع ولكن لها من أجل الاقتصاد، من أجل الإصلاح، إجراءات اجتماعية وسياسية بالضبط. وجود الإجراءات دي ممكن يساعد على انتشار أكذوبة معينة أو شائعة معينة، لو اعتراف دول بنجاح التجربة المصرية بالضبط. لو احنا ما كانش عندنا هذا الوعي وهذا التواصل والتحاور بين أطياف المجتمع كلهم، فالشائعة أو الأكذوبة اللي موجودة هتنتشر بشدة وهيبقى ليها أثر قوي جدا. يمكن النتائج الحقيقية والملموسة النهاردة في نجاح التجربة المصرية في التصدي للإرهاب، أولها التحاور بين أطياف الشعب جميعا، تاني نقطة مهمة جدا الشفافية اللي موجودة بين القيادة المصرية والمجتمع المصري. أعتقد أنه النقطة التالتة اللي لازم نتكلم فيها النهاردة وهي نقطة أساسية، أنه الشباب النهاردة بقى هو القوة الضاربة باعتراف المجتمع واعتراف القيادة السياسية، هو القوة الضاربة للمجتمع المصري. من غير نجاحه ومساهمته في البلد ومشاركته في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعمل المتواصل والوعي، أكيد مش هنقدر ننهض. الدول بالزبط بتنهض بشعوبها وشبابها تحديدا. خليني ما دمنا بنتكلم في النقطة دي أسأل حضرتك عن المعركتين اللي بتخوضهم مصر، وما ليسوا معركة واحدة، هما معركتين من 30 يونيو وإلى هذه اللحظة. معركة ضد الإرهاب اللي بيحاول يتغلغل وبيحاول يدمر بلدنا للأسف بكل الوسائل والأساليب، وكل مرة بيفشل وبيعيد الكرة مرة أخرى، ومعركة البناء يعني الانتصار على كل هذه التحديات، وبنبني وبنعمر وبننجح في إصلاح اقتصادي وبنبني مشاريع ويعني بننجز علاقات جيدة مع دول العالم وبننجز اتفاقيات. إزاي قدرنا نوصل في هذا الوقت القياسي القصير لهذا النجاح اللي باعتراف مجتمع آخر مش باعتراف فقط اعترفنا كمصريين؟ تمام. الحقيقة أنه لما نيجي نتكلم عن مصر نتكلم عن دولة المؤسسات. دولة المؤسسات وجود جيش قوي يحمي هذه المؤسسات ويتابع العمل ويساعد في عمل هذه المؤسسات، ده في حد ذاته نجاح. يمكن زي ما حضرتك قلتي انه المعركتين او المعركة بشقيها ومعركة الاصلاح، اولا التصدي للارهاب. خليني اقف عند التصدي للارهاب دي، وانه النهاردة لازم نعترف ونقول كلنا ونفخر انه مصر كانت هي الدولة
الأكثر وضوحا في فتح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للعالم كله. صحيح. النهاردة مصر هي اللي قدرت تفضح مخططاتهم، تفضح نواياهم، سمحت لهم بالنقاش والمحاورة والتواجد لفتحهم أمام العالم. يمكن النهاردة ما بقاش يخفى على العالم كله النوايا الشيطانية للجماعة الإخوان الإرهابية اللي موجودة ولها ألوان عدة وأشكال عدة، زي ما تفضلوا في الجلسة وقالوا على تنظيم القاعدة اللي طلع من عباية الإخوان المسلمين، على جبهة النصرة، على 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 إلى أن وصلنا إلى تنظيم داعش الإرهابي برضو طالع من عباية الإخوان المسلمين. ده الشق الأول من الحرب اللي مصر خاضتها. الشق الثاني وهو معركة البناء. لا شك أنه بناء الدولة الحديثة واللي تبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنه يبني مصر الحديثة بشبابها وبسواعد شبابها وبمؤسسات الدولة، ده كان بيساعده في ده وجود جيش قوي، يمكن الجيش الأقوى في المنطقة العربية النهاردة، هو ثقل المنطقة العربية زي ما تفضل وقال. بنساعد النهاردة في بناء الدولة المصرية، في بناء شبكة طرق، في بناء تفريعة جديدة لقناة السويس، لأنه في بعد نظر في وجود الحركة الملاحية في العالم كله، ده هيصب عندنا في الإصلاح الاقتصادي. النهاردة الخطوات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي ومحاولات ما حدث، يمكن زي ما تفضل القيادة السياسية كلها وقالت أنه ممكن يكون إصلاح مؤلم شوية النهاردة، ولكن نتائجه ابتدت تبان النهاردة عندنا في النهضة الاقتصادية اللي حصلت. كل النجاح ضريبة يعني. كمان في انخفاض لمعدلات البطالة للتضخم. احنا بنتكلم معلومات، بنتكلم بورق وارقام، مش زي الاخر بنرسل مجرد بالضبط. احنا بقى عندنا كلمة. احصائيات موجودة، يعني يمكن من اهم واقوى الاحصائيات الموجودة اللي ليها دلالات اخرى، هي انه مصر لم تسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة في خلال السنة اللي فاتت. دي لوحدها بتقول انه مصر بقت بيئه امنه لانعدام البطاله. اصبح عندنا حاله من حسم للمشكلات، مش بس رصد المشكله وطرحها. يمكن في السابق كنا بنرصد فقط، عندنا مشكله كذا وكذا وكذا وبعدين المفروض نحلها، بس ما بيحصلش. ما هي الشفافيه لما النهارده عندنا حسم قاطع. النهارده بقى عندنا شفافيه، انه عندنا مشكله في مشكله ما في وضع ما. طيب. النهارده بقينا بنناقشه وبنطرحه للمجتمع، وبيبقى فيه اجراءات حتى لو المجتمع مش هيقبلها بصوره كامله، ولكن النهارده بقينا بنساعد بعض في ان احنا نقبل هذه الاجراءات حتى لو مؤلمه لينا لاصلاحها و نهايتها. خليني أخد تقرير ونرجع تاني نواصل الحديث عن انتصاراتنا الحقيقية والفعلية في هاتين المعركتين، سواء كانت على الإرهاب أو في النصر على كل التحديات والمعوقات والبناء لمصر العظيمة. إيمانا بكونهم بناة المستقبل، انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب كما تابعنا قبل قليل بمشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب والحرص على فتح روابط اتصال مباشرة وحقيقية معهم، وهو ما يعود طبعا بالنفع على الوطن والمواطن. خلونا نتابع تقرير ونرجع مرة أخرى. إن شباب مصر الممتلئ حماساً ووعياً، والذي تأصلت فيه شخصية وطنه بالأعمدة السبعة للحضارة، والتي شكلت وجدانه وصاغت رؤيته الإنسانية وصنعت بداخله نقطة تلاقي للحضارات والثقافات والأديان، أصبح هو الرقم الأهم في معركة بناء الوطن. من جوهر هذا الإيمان واليقين بشباب الوطن وقدرتهم على مواجهة أي تحديات تعصف بالدولة وحضارتها، أعلن الميلاد الجديد للطاقة الإيجابية التي تولدت مع هذا التواصل المباشر الذي لم يكن موجودا بين الرئيس وشباب وطنه قبل عام 2016. وبهذه اللغة المباشرة بين الرئيس وشباب هذا الوطن
انبعثت روح هؤلاء الشباب في مفاصل الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة التي انطلقت بجهدهم في 30 يونيو بعام 2013. فمنذ توليه مقاليد الحكم في 2014، وكان الرئيس السيسي دائم الحرص على فتح روابط اتصال مباشرة بالشباب إيمانا منه بأنهم بنات المستقبل، وحرص على دمجهم في الحياة السياسية والسماع إلى قضاياهم ومشاكلهم بشكل مباشر ومصارحتهم في المقابل بالأوضاع السياسية والاقتصادية وتحديات الأمن القومي. وبدأ الاهتمام بالشباب لتجهيزهم لسوق العمل، فكانت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هي العنوان الأبرز لهذه المرحلة. المعادلة الواضحة أيضا تتجلى في سعي الرئيس السيسي لتمكين الشباب، ليست محض كلمات نرددها، ولكن ما يقوم به القائد على أرض الواقع شاهد على ذلك. فرغبته الواضحة في إعداد الشباب بشكل جيد حتى يمكنهم من تولي المناصب القيادية عن طريق إنشاء أكاديمية خاصة دليل قاطع على ذلك. بدأت أولى محطات قطار التواصل بين الرئيس والشباب من مدينة السلام، وتحديدا في نوفمبر 2016، ووصلت محطتها السادسة في يوليو الماضي بعدما استضافت جامعة القاهرة المؤتمر السادس. وبين هذا وذاك تحققت مكاسب ونجاحات عدة، إذ لعبت هذه المؤتمرات الشبابية دورا هاما كوسيلة من وسائل الاتصال السياسي بين الرئيس والشباب ومختلف الأحزاب السياسية، وأصبحت بمثابة متنفس سياسي للدولة، حيث خلقت قناة اتصال مباشرة بين الرئيس والحكومة وكافة المشاركين في فعاليات المؤتمر من برلمان وأحزاب سياسية وقطاع خاص ومجتمع مدني. محطات ست من شرم الشيخ للإسماعيلية مرورا بأسوان والإسكندرية والقاهرة وجامعتها، تكللت باستجابة الرئيس السيسي لأغلب أفكار الشباب البناءة، مما جعل المياه الراكدة في بحر اليأس الذي كان يعصف بالشباب تتحرك ومنسوب التفاؤل يرتفع، وبات هذا الشباب ممتلئا بالأمل والعمل من أجل إيصال صورة للقيادة السياسية بأنهم الآن يمكنهم الاستعانة بهم وتأهيلهم لتولي القيادة. فلا يمكن بناء الدولة الحديثة سوى بطرفين: قيادة متسلحة بشباب يتحلى بالإرادة، وشباب مدفوع بقيادة تحسن الإدارة. أجدد الترحيب بحضراتكم وبضيفي العزيز سيادة اللواء هاني غنيم، وهؤلاء هم شباب مصر. من رأيناهم؟ هؤلاء هم شباب مصر الذين دوما نفخر بهم، الشباب المثقف الواعي الذي يعرف قيمة بلد ووطن وجيش. ولأي درجة نجحت هذه المؤتمرات سيادة اللواء في خلق الحوار لا الصدام بين الحضارات، خاصة أننا للأسف ربما نرى في مجتمعات أخرى حالة من التشتت يعني وعدم الاستقرار إلى الآن؟ أعتقد أنه المؤتمرات دي بنت روابط الأساسية بين الشباب والمجتمع. يمكن القيادة السياسية كان ليها الدور الأكبر في بناء هذه الروابط. الشباب استغل الموضوع ده، وكان في حالة حذر في الأول. يمكن خليني أقول لحضرتك أنه في رصدنا لتطور المؤتمر، كان من المؤتمر الأول إلى المؤتمر السادس مثلا بيفكروا إذا كان الأسئلة اللي هنسألها دي هتراقب الأول ولا لأ، هيتم فلترتها ولا لأ. واكتشفوا أنه ده ما بيحصلش، اكتشفوا أنه اللي بيحصل على أرض الواقع هو أنه محاولات لوعيهم بما يحدث، محاولات لإعطائهم الفرصة في المشاركة. خلينا نقول برضو الشفافية والصراحة والوضوح ده اللي ادى ثقة أكبر في أني لا ده أنا أشارك، لأن في شفافية في تواصل حقيقي وأنا ده شايفه بعيني. يعني يمكن الأساس في القيادة السياسية النهاردة هو الشفافية. النهاردة ما بقاش فيه وعود، النهاردة بقى فيه إنجاز على أرض الواقع.
ثم الإعلان عن هذا الإنجاز. يعني يمكن زي ما تفضل المشاهد الكريم وممكن هو اللي يتابعنا في ده، أنه مشاريع الكبيرة في مصر النهاردة، المشاريع العملاقة اللي بتحصل في مصر في التنمية، بقت النهاردة ما بقاش فيه زي زمان افتتاح المرحلة الأولى ولا 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 ولا، بقى النهاردة افتتاح المشروع وهو بيشتغل. صحيح. بقى النهاردة الشفافية في العمل أدت للشباب أمل في أنه في إصلاح حقيقي، في تواصل حقيقي بين الأجيال، في خلق فرص لمشاركتهم ودور فعال ليهم النهاردة في المجتمع. الروابط اللي حدثت بين الشباب والمجتمع أدت للنتائج اللي احنا بنشوفها النهاردة، المشاركة، وجود الرأي المخالف ومحاورته، وجود المعارضة يمكن بقت النهاردة موجودة، نقدر نشوف ما بقاش القصة بقت انه مين بيعارض مين، بقت المعارضة من اجل الاصلاح، بقت النهاردة المعارضة من اجل النقاش ومحاولات الفهم الحقيقي لما يحدث داخليا وخارجيا. هنرجع تاني نتكلم عن وجود رئيس بالظبط، يعني قد ايه في احترام لوثقه في الشباب، انه انا واعي جدا ان دورك مهم، بحترم كل كلمه بتقولها وبتطرحها، ما دام في الاخر هي بتصب في صالح الوطن. يمكن زي ما قلت حضرتك، حتى الفكر المعارض ولكن في الصالح، ليس معارضه للمعارضه او لاهداف دنيئه اخرى، بيحاوروا سياده الرئيس البعض. يمكن استغرب في اللقاء الماضي، منتدى او مؤتمر الشباب الماضي، كان في بعض او احد الشباب كان حاضر وبيناقش الرئيس يعني، وايضا هناك من لديهم مشروعات، اصبح ايضا الدوله تتبنى هذه المشروعات الاقتصاديه. مش لازم يعني، انا اهم عندي اصبح الوطن. هل انت فعلا بتنفع الوطن بافكارك عندما تنتقد بشكل بناء، ولا ليك اهداف اخرى؟ واحنا مؤسساتنا الامنيه بترصد وفاهمه وعارفه كويس جدا انها تميز بين الاثنين، يمكن في الماضي ما كانش في ده. ما انا زي ما بقول لحضرتك، الحقيقه انه لغايه المؤتمر السادس كان في يعني تشكيك او تخوف من الموضوع. من المؤتمر السابق والمؤتمر ده، اعتقد انه صوت المشاركه اختلفت حتى. بقى النهارده اقدر اتكلم مع رئيس الدوله في مشروع عندي كشاب، بقى النهارده اقدر اتكلم مع رئيس الدوله واساله ليه ده حصل وليه ده ما حصلش، والنهارده بيلاقي اجابه فعليه بارقام حقيقيه وحقائق. النهارده بقى الشفافيه الموجوده ادت المجتمع صوره ناجحه جدا لمشاركه الشباب، وادت الشاب نفسه الثقه في نفسه والثقه في مجتمعه والثقه في قيادته السياسيه. ويمكن اديته بقى الاكثر من كل ده، وهو طموحه ان هو يبقى في يوم من الايام على راس هذه الدوله. بالظبط. يعني انا يكون محافظ، يكون مسؤول، شفت وزير. يمكن بالظبط، شفت يمكن شباب كتير جدا متدربين عندنا في المركز او في يعني في احد اللقاءات اللي انا ببقى موجود فيها في اي وقت. اتكلمنا عنهم شويه سياده اللواء فعلا، يعني طموحهم. الحقيقه ان انا موضوع بيفرحني جدا ان انا بلاقي انه طموح الشباب اختلف. بقت النهارده الشباب ما عندوش مشكله خالص النهارده انه اولا لغى فكره انه اصلا ما عنديش واسطه فانا مش هقبل في وظيفه معينه او في منصب معين. الموضوع ده يكاد يكون انعدم. النهارده الشباب بقوا عارفين انه بالعمل، بالفكر، بالتثقيف نفسه هيوصل للي هو عايزه. الطموح ده وصل، يعني وجود الطموح ده عند الشباب خلاني انا اداني امل في انه المجتمع ده مجتمع ماشي على خطى ثابته في الاصلاح. خلى الشباب النهارده مفيش ما يمنع، النهارده الشباب بقى عنده امل شديد انه يبقى وزير بكره، وزير في سنه، يعني مش كمان مستني انه لا، ده هو النهارده بيأهل نفسه في كل المجالات الخاصه بتخصصه علشان يوصل ان هو ايه اللي يمنع انه يبقى الوزير، انه يمنع انه على راس الحكومه، اللي يمنع انه في يوم من الايام يرشح نفسه يبقى رئيس جمهوريه. صحيح.
الشباب عندهم هذا الامل. احب اقول لحضرتك ويعني يمكن ابشر حضرتك انه اللي اداهم الامل ده هو الاجراءات اللي قام بيها استاذ رئيس الجمهوريه بنفسه، وهي برنامج الرئاسي، وهي انشاء اكاديميه الوطنيه للتدريب لوجود خلق الكوادر الحقيقيه في المجتمع. اهتمام عملي مش صوري. بالظبط. بقى النهارده بيخلق كوادر علميه، كوادر على اسس، كوادر تقدر تتحمل لواء القياده في هذا المجتمع. زي ما قلنا انه اعتراف القياده بانه الشباب هو القوه الضاربه للمجتمع. فاستغلال هذه القوة الضربة، استغلال الأمثل والصحيح في تثقيف هذه القوة، في تعليمهم، في مساعدتهم، في إيجاد الأمل ليهم في مشاركة فعلية في المجتمع، احنا النهاردة بقينا شايفينه وتأثيره باين جدا على مختلف يعني الأماكن الموجودة في المجتمع. طيب، إذا وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الجلسة ونشهد الجلسة الثانية إلى الهواء.